الطمع والرغبة في كسب المال من قبل السحرة والشركات والقنوات التي تروج الفساد هني خلق يعني بمرجع ما بيعبكن بشي برجع حرام لكاتك أخوي برجع في غمر صلى الله عليه وسلم وأجمل في الطلب كاس في جوانكن بنا بردن بو أندامي كم تيارو بنا بردن بو بخورو بنا بردن بو أو شتانا ما رجاكي صحيح نية ورجاي جهنم أو كفرة خوتاني لبارزن انسان شلون ابي خريك يوانا بي والله كاسبي بوناك ري خريكي سحره بويا اقداري خومان بين قيامتي خومان ندورينين واوانشي خريك يو كارن بقرن بولاي خو خواليان خوش بيت بو مرجي همو سحره كان فك بكنو بطال بكنو ونسنو بمليو كارا ودسكنو بنيو جكان يعني شات ماني كي حق بين شون كافر بنوانا امرو اگر بنفر يقبلي كافر هزارها تشاو تشاو لي دار برين شون بيلي كافر بو كافر خوتنها ابو جهل نيه خلقي ان يجك ديتنا مسلمانان وفري بسر اسلام ونيه عقيده اخوا بيرو باور اخوا باشا خلق يعني اندا اينا لين بيا معاشيه يا افرتي واهي بخوايك مليون داو بسحر بخواي جورا بقدر نصيحتي جنجي سفادين كبيبل الروليان اوانا سريز لمير دجيريا دني بسرا برز مكروا شاي بولي ابني اوي بوبكا أتي ولا شيء والله ما قر آفرت يقهر تني بإيمان بي بمرد بيت أجينا هيج آفرت يقنية شو بي ولا ساحر يكوب بساغيات بيت دروا قوزش همو روجك بكاني لسا كانيو بساغينا يتو حتى روجك نفري بومني باسكرت أيود ما موسى كاركيام نفرش غلط بو بس باسي بابت يكي كرت ايك دو افرتن بردو بو شوين دو اتن تدر و افته گوت تي وي فلان كز ولا او پياوا زينه له قل ماكرت خرابي له قل ماكرت دي اگر تا نه رواج بم خراب انا ندري بك چوليك كحزي لگنجك و عاشقتي بو نايدني باو كي بو نايداتي لم يرى للمتحابين مثل النكاح نم بيني بو دو عاشق بيدري اي بي تشي كاكا بينيتي للرجا بينيتي لباسا بينيتي لمعهد بينيتي لزانكو بينيتي حزيليتي ان جا لي ولا تشن دفتر مصرف كردو تاكو جاتو دفتر كانو بدايه بخوي خوي راضي ابو خوي راضي ابو بو يا بارا بيا كردن برون خلكاني كي زور هاتون بو يمان باس كردوا للاني او ساحرانه ودلين افرتي وادي بسياري برزو وانو دا چی خوی کات به ایناو هاتو مون باب که تو انجالم برمالش نبی واری نگره برمالی سور بیس پینجی نبی واری نگره چون که قاسه که بزا واخوی نیتو ای هاوار با امتی خوی با شون که تی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم بزانه و حالی بید پیوا بید اگر چو بلای ساحی ریتر لر رمضان تراویح کر خوالی خوش بید والله قوی گوره قط لیت خوش نبید بتعبدی سحر حق ناسه جنوبیا کلیک جا کرد و چون گردن آزاد کرد.